السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا صلاة في خلال رمضان، إزالة السجاد وفصل الإنارة بمسجد الحسين. حصل مصراوي على صور من داخل مسجد الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنه بعد قرار وزارة الأوقاف بغلقه بسبب أعمال الترميم، وقررت الإدارة المسجد إزالة السجاد من الأرضيات وإزالة النجف وفصل الإنارة تماما وغلق أمام المصلين. كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر غلق مسجد الإمام الحسين بمنطقة الحسين بالقاهرة غلقا كليا نظرا لأعمال الصيانة والترميم داخل المسجد. وكشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف أن سبب غلق مسجد الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنه يعود لأعمال الترميم التي يشهدها المسجد منذ فترة. وأشار المصدر لمصراوي أن غلق المسجد مستمر لفترة طويلة ولن يتم أداء الصلاة في خلال شهر رمضان. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.